شارك عدد من المخترعين والمخترعات السعوديون في المعرض التجاري الدولي للاختراعات والابتكارات أينا 2012 والذي يقام في ألمانيا على مدى 4 أيام. وتأتي مشاركة المملكة من خلال مؤسسة الملك عبد العزيز ورجاله للموهبة والإبداع. تفاصيل أكثر في التقرير التالي. 64 عاما لمعرض اهتم بمجال الاختراعات، ويعد هذا المعرض من أهم المعارض الدولية التي تساعد على الاتصال المباشر بين المستثمرين والمبتكرين. كل ذلك في معرض إينا الذي يقام بألمانيا. في هذا العام تشارك 34 دولة ب750 اختراع. من بين هذه الاختراعات تواجد عدد من المخترعين والمخترعات السعوديين. من خلال مؤسسة الملك عبد العزيز ورجاله للموهبة والإبداع ومدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية وجامعة الملك سعود، واستعدت مؤسسة موهبة لهذا الحدث الضخم ب12 مخترعا و7 اختراعات، من بينهم اختراع الطلاء الورقي والذي قامت باختراعه طالبتان من برنامج موهبة الصيفي في جامعة أم القرى. شاركنا في برامج موهبة الصيفية المحلية الإثرائية المقدمة من مؤسسة الملك عبد العزيز ورجاله الموهبة والإبداع. قدمنا المشروع بعد كده تأهلنا لمعرض إينا 2012. حدثينا، ما هو الاختراع الذي تشاركون به في معرض إينا؟ بيبر بينت، الطلاء الورقي. فكرته ان احنا نستغل كميه من نفايات الورق في نصنع الوان طلاء. مميزاته انه هو 2 في 1، استغلال النفايات الورقيه وفي نفس الوقت انه بينتج لنا الوان طلاء، وايضا هو طلاء ذو رائحه خفيفه مقارنه بالطلاء الاصلي وسريع الجفاف. اما الاختراع الثاني فهو علاج لاحد امراض المناعه الذاتيه. بدات انطلاقه فكرته من خلال برامج موهبة الصيفية المحلية، وكان الناتج اجتماع هؤلاء الموهوبين الأربعة لتبدأ فكرة الاختراع. نحن 4 طلاب من برنامج ابن سينا لأبحاث العلوم الطبية التطبيقية في مستشفى التخصصي بالرياض، من برامج موهبة الطبية الإثرائية الصيفية. تمت في البرنامج، يتطلب في نهاية البرنامج عمل مشروع، وحلفنا الحظ ووفقنا بعد توفيق الله بعمل علاج طبي. تم وعلى إثر هذا تم ترشيحنا من قبل موهبة إلى هذا المعرض. اختراع هو علاج طبي يتكون في علاج لتثبيط فرط إنتاج الإنترفيرون في الجسم، وهو علاج عدة أمراض من ضمنها اللوبس. بعد الإنجازات التي حققها المخترعون السعوديون في المحافل العالمية، هم مشاركون في معرض من أهم المعارض التي تخدم المخترعون في العالم، هو معرض إينا 2012 من خلال مؤسسة الملك عبد العزيز ورجاله للموهبة والإبداع، ويتأملون بأن يحصلوا على جوائز تحقق إنجازات للوطن. من مدينة نوربينغ، خليل الجبيري، الإخبارية.